الداخلية تعلن عن مقتل 16 إرهابيا خلال مواجهات قوات الأمن في الإسماعيلية والجيزة. خلال اجتماع موسع السيسي يستعرض تطورات حادث رفح الإرهابي. بالزغاريط محافظات الجمهورية تشيع جثامين أبنائها الشهداء في حادث الرفح الإرهابي. هذه جولة إخبارية جديدة من أونلايف، أهلا بحضراتكم. إلى تفاصيلها، حيث أفاد مصدر أمني بمقتل 14 إرهابيا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالإسماعيلية. وأوضح مصدر أمني أنه تم رصد مجموعة من العناصر الإرهابية حال إعدادها لمعسكر تنظيمي لاستقبال العناصر المستقطبة حديثا لصفوفهم من مختلف محافظات الجمهورية. وأكدت الداخلية أن تم التعامل مع المعلومات المتوفرة ومداهمة المعسكر التدريبي بنطاق الكيلو 11 دائرة مركز شرطة الإسماعيلية، مشيرة إلى أنه حال اقتراب قوات الأمن من المعسكر بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، وهو ما ردت عليه القوات الأمنية وأسفر عن مقتل 14 عنصرا، فيما عثر بحوزتهم على عدد من البنادق والأسلحة والذخائر والملابس العسكرية. في سياق متصل، أفاد مصدر أمني بمقتل 2 من عناصر حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في منطقة وصلة دهشور بمحافظة الجيزة، حيث أوضح المصدر أن قطاع الأمن الوطني تلقى معلومات عن اختباء عنصرين إرهابيين مطلوب ضبطهما في عدد من القضايا داخل إحدى سكنية بمدينة 6 أكتوبر. وأثناء مداهمة الموقع وقع تبادل لإطلاق النار وأسفر عن مصرع الإرهابيين، وعثر بحوزتهما على أسلحة نارية وذخائر وبعض الأوراق التنظيمية. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى السادة وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والمالية والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. تم خلال هذا الاجتماع عرض تقرير بشأن الهجوم الإرهابي الذي شنه عدد من العناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب صباح أمس، والإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة للتصدي له، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا، فضلا عن إصابة العشرات منهم وتدمير عدد من العربات المشاركة في التنفيذ. كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة باقي العناصر التي فرت هاربة. كما شهد الاجتماع استعراض المستجدات على صعيد سوق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، حيث عرض محافظ البنك المركزي التطور المرتبطة بقرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي لضبط الأسواق وللتخفيف على المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار والعمل على استقرارها. شيعت محافظات الجمهورية جثامين الاعتداء الإرهابي الذي وقع أمس في مدينة رفح، وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردا من القوات المسلحة. ففي الشرقية تم تشيع جثمان شهيد هجوم رفح الإرهابي العقيد أحمد المنسي، وذلك عقب صلاة الظهر. وتقدم الجنازة أهالي الشهيد وأبناء قريته وعدد من المسؤولين والقيادات.
كما شارك في الجنازة محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد واللواء قائد قوات الصاعقة. وأكد المحافظ أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباء، وأن تلك الحوادث الإرهابية لن تزيدنا إلا إصرارا وعزيمة على ملاحقة الإرهاب واستئصاله من جذوره لاستعادة الأمن والاستقرار وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها. الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. دفاعا عن وقد أصر الطفل حمزة نجل الشهيد العقيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة على ارتداء البدلة العسكرية وصعود سيارة الإطفاء بجوار جثمان والده خلال الجنازة العسكرية. كما شيع أهالي الزقازيق جثمان الشهيد النقيب أحمد عمر الشبراوي، وتقدم الجنازة العسكرية السكرتير المساعد لمحافظ الشرقية اللواء أشرف موافي نائبا عن المحافظ وقيادات من القوات المسلحة والشرطة وزملاء وأقارب الشهيد. ففي محافظة المنوفية شيع الآلاف من أهالي قرية الخضرة التابعة لمركز الباجور جنازة الشهيد ملازم أحمد محمد حسنين، والذي استشهد إثر استهداف نقاط تمركز للقوات بجنوب رفح. وخرجت الجنازة من حريب القرية محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط وعدد من القوات المسلحة، وردد المشيعون هتافات معادية للإرهاب وطلبوا بسرعة ضبط الجناه والقصاص منهم وتقديمهم للعدالة. هذا وقدم محافظ المنوفية العزاء لأهالي أسرة الشهيد متمنيا لهم الصبر والسلوان، مؤكدا على إصرار الدولة على اكتتاب جذور الإرهاب والقصاص لكل أهالي الشهداء. كما شيع أهالي محافظة دمياط بعد صلاة الظهر اثنين من شهداء الواجب، وهما الشهيد مجند محمد عزة إبراهيم من مركز فارسكور والشهيد مجند أحمد العربي من مركز الزرقاء، وكانا يخدمان ضمن قوة الكتيبة 103 تعرضت للهجوم. شيع الآلاف من أبناء قرية قسطة التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية جنازة الشهيد محمد السيد إسماعيل عريف متطوع بالقوات المسلحة، والذي استشهد أثناء التصدي للهجوم الإرهابي على أحد أجمرة أبطال القوات المسلحة برفح. وردد المشيعون هتافات منددة بالإرهاب رافعين صور الشهيد، وتم تشيع جثمان الشهيد لمثواه الأخير بمقابر أسرته بالقرية. وعقب تشيع الجنازة قدم محافظ الغربية والقيادات الأمنية واجب العزاء لأسرة الشهيد. وخلال تقدمه الجنازة العسكرية للشهيد محمد السيد إسماعيل، أكد محافظ الغربية اللواء أحمد صقر على أهمية صمود الشعب المصري أمام الإرهاب وأخذ الثأر للشهداء. احنا النهاردة مع والد الشهيد الحاج سيد هو شهيدنا محمد، احنا كلنا وديك شايف القرية كلها عن بكرة ابيها طلع النهاردة في تودع الشهيد بطل من ابطال مصر اللي بيحمي حدودنا. شوف والده بيقول له لو انا لو معايا 10 هودي العشرة، هيودي العشرة على الجبهة عشان يستشهدوا عشان يحموا بلدهم ويحموا مقدرات بلدهم ويرفعوا مصر في السماء. اوعى حد يفتكر ان احنا هنسكت، مش هنسكت على شبابنا، مش هنسكت على شبابنا. ان شاء الله احنا صامدين وسوف نسأر وسوف نسأر وسوف نسأر باذن الله. معنا القياده السياسيه، معنا القائد العام، احنا بنعز الشعب المصري كله باطيافه بجميع اطيافه كلها، بنقول لهم ان ده شهيد وان شاء الله نحتسبه شهيد، وان شاء الله كل اللي هيسقط بعد كده شهيد بيدافع عن بلده بيدافع عن مقدرات بلده.
شيع أهالي قرية عرب جهينة بشبين القناطر بمحافظة القليوبية جثمان الشهيد مجند علي حسن الطوخي أحد شهداء هجوم رفح الإرهابي، وأكد الأهالي أنهم يحتسبونه شهيدا عند الله، ونددوا بالعمليات الإرهابية التي تختال أرواح الأبرياء وتستهدف أبناء قوات الجيش والشرطة، ورددوا خلال الجنازة هتافات منددة بالإرهاب. شيعت مدينة طوخ جنازة شهيد هجوم رفح الإرهابي العقيد خالد المغربي. حضر الجنازة الآلاف من المشيعين من أبناء القرية وأهالي الفقيد وعدد من القادة والمسؤولين. من جهته أكد محافظ الضاقة أهلية أحمد الشعراوي خلال مشاركته في تشييع جثمان ثلاثة من شهداء حادث رفح الإرهابي أن الإرهاب لن ينال من عزيمة الشعب المصري، وأضاف أن مصر تواجه الإرهاب نيابة عن العالم أجمع. بداية مهما ودعنا من شهداء احنا صامدين وواقفين. الإرهاب كل ده بيحاول يوجه رسائل للشعب المصري، عشان هي حرب فيها جزء نفسي وجزء معنوي عشان يتخلخل الدولة المصرية. زي ما انت شايفة حضرتك ده الشعب المصري ودع ولاده ولسه بيودعهم اهو، ومع ذلك كانت الهتافات كلها الامهات استقبلوا الجسامين بالزغاريد، الشعب استقبل الجنازة بتحيا مصر. فمصر باقية، مصر هي الدولة التي تقوم بحرب الإرهاب بالإنابة عن العالم أجمع، وبنقول للعالم أجمع أنت واقف بتتفرج على مصر، ومصر بتدافع عن العالم نيابة عنه، بل بالعكس بعضا من دول العالم تمول وتسهل وتدعم الإرهاب بكافة الوسائل. هو الإرهاب النهاردة لما ينتقل من سوريا أو العراق ليأتي لمصر تنقل إزاي مع بعد المسافة وبعد الدول دي كلها؟ سراً يعني لا يخفى على العالم كيف يمول الإرهاب وكيف يساند الإرهاب. جميعهم واقفين يتفرجوا على مصر، لعل وعسى تسقط مصر. بنقولها العالم أجمع، مصر باقية، مصر لن تسقط، مصر بالعكس قادمة وبقوة وبشدة لترد على العالم أجمع وعلى من دعموا الإرهاب. احنا عاملين إدارة مخصوص لإدارة رعاية أسر الشهداء، القائم على إدارتها أسر الشهداء ذاتهم من زوجات الشهداء وأمهات الشهداء اللي قادرين على أن يعملوا عمل عام، بيعاونهم جهاز إداري من المحافظة بحيث يقوموا على تسهيل كافة الاحتياجات لأسر الشهداء ودعمهم في كل وقت. اللي محتاج ابنه يخش مدرسة، اللي محتاج يتنقل حتة، أي شيء هم محتاجينه في حياتهم احنا معاهم، لأن مصر لا تنسى أولادها ولا تنسى الشهداء. من جهته قال مدير أمن الضاقة أهلية اللواء أيمن الملاح أن الشعب المصري فخور بشهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن. محافظة الدقهلية والشعب المصري ومصر كلها فخورة بشهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن وفداء لهذا الشعب. هذا المشهد لن يزيدنا إلا إصرارا وعزيمة على محاربة الإرهاب والقضاء عليه. شيع الآلاف من أهالي قرية السيد خليل والقرى المجاورة بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ جنازة الشهيد مجند عبد الجواد عبد العليم، وتقدم المشيعين محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر يرافقه أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات العسكرية والأمنية لتشييعه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه. وتحولت جنازة الشهيد إلى مظاهرة ضد الإرهاب، حيث هتف المشيعون الهتافات المناهضة للإرهاب طالبين بالقصاص من القتلة، فيما أقبلت السيدات من أهالي قرية الشهيد على إطلاق الزغاريد والتصفيق الحاد فرحا باستشهاد نجلهن. شيع الآلاف من أبناء محافظة أسيوط جثمان الشهيد النقيب محمد صلاح الذي استشهد في العملية الإرهابية الأخيرة بسيناء، وأدى الآلاف صلاة الجنازة عليه وسط ترديد هتافات معادية للجماعات الإرهابية. وسادت حالة من الحزن بين سكان منطقة قلتة ووسط المدينة فور تلقي الخبر. قال شقيق الشهيد مؤمن رزق إنه يفتخر بشقيقه وأنه لو مكانه لفعل مثل ما فعل، وأكد أن مصر لن تركع أمام الإرهاب. أخويا مات شهيد عشان كان بيدافع عن الوطن لآخر دقة دمه. أنا حاسس إن أنا فخور إن هو برضه كمل للآخر، أو حد حصلت له حاجة زي كده أخوه يستحمل، والحمد لله رب العالمين. وده إيه ده بيحرس البلد، ده المفروض ما حدش يزعل يعني.
شيعت محافظة بني سويف في جنازة عسكرية مهيبة شهيد الإرهاب الخسيس المجند أحمد أبو طالب. وتقدم الجنازة المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، يرافقه اللواء عادل تونسي مساعد وزير الداخلية أمن بني سويف. وقد أقام صلاة الجنازة على شهيد مركز الفشن المئات من أهالي المدينة الذين التفوا حول مسجد الشيخ غنيم، مؤكدين أن الإرهاب الغاشم لن يضعف من عزم أهالي المحافظة على مواجهته واكتثاثه. إذن نشرتنا متواصلة مع حضراتكم، نأتيكم بعد لحظات. رئيس الوزراء يبحث مع وزير المالية عددا من الملفات بالحكومة. أهلا بحضراتكم من جديد. التقى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وزير المالية الدكتور عمرو الجرحي لمتابعة عدد من الملفات بالحكومة. وكانت وزارة المالية قد نفت ما تردد بشأن وجود دراسة أو نية لدى الوزارة لفرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الوزارة تسعى للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم. أشارت الوزيرة في تصريحات صحفية لها إلى قيام الوزارة بالتنسيق بين الجهات المختلفة ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لتوفير المخصصات المالية وفقا للجدول الزمني لتمويل المشروعات الاستثمارية التي تنعكس على حياة المواطن. العنف ضد المرأة والمعاناة التي تواجهها في المجتمع كان موضوع معرض الفنان عبد السلام عيد الذي نظمته مؤسسة الأهرام. هي في دائرة العنف، معرض لأعمال الفنان عبد السلام عيد تعبر عن محاولات المرأة كسر الواقع والتعبير عن نفسها وعن أشكال العنف ضدها، سواء كان العنف ذهني أو بصري أو جسدي. هي في دائرة العنف، بمعنى أن هناك طبعا يعني خلط أو مفاهيم غير عادلة في المجتمع، يعني كثيرا ما تحول بأن المرأة تأخذ دورها في الإبداع وفي الفكر على غرار ما يأخذ الرجل. واستخدم عبد السلام عيد في جدارياته بعض الأدوات للتعبير عن مضمون اللوحات وبعض الصراعات التي تدور بداخل المرأة. أنا اخترت موضوع الحبال لأنه الحبال فيه عمليات شد وجذب، وفي أيضا نسيج ممكن أنه يحب التعقيد أحيانا، وممكن أن يعطي لو إحنا يعني تعاملنا مع الخامة دي وشفنا إمكاناتها ممكن أنه هو يصل سماكة الحبل إلى أنه يبقى زي الدخان في بعض الأوقات. ففي بعض أعمال هنا واضح فيها أنها يعني بتشكل شعر المرأة ولكن بتصل إلى مرحلة الدخان والتفجر. وللمعرض رسالة مجتمعية هامة. وسائل الاتصال في الثقافة بشكل عام هي بتركز على أن المسرح والسينما والأدب والقصة تتحمل قضايا المجتمع، وأنا أضيف أن الفنون التشكيلية تتحمل أيضا قضايا المجتمع وتستطيع أن تقدم بشكل فيه جلاء وفي يعني تأثير عاطفي ونفسي على قدم وساق مع بقية الفنون. إن الفن التشكيلي يلعب دور مهم في مناهضة العنف ضد المرأة من خلال الصورة ومن خلال اللوحة التشكيلية. صحيح اللوحة التشكيلية هي لوحة صامتة صوتيا لكن معبرة وجدانيا من خلال العمل الفني اللي بيشوفه المتذوق أو الزائر للمعرض. وتبنى الفنان في معرضه قضايا المرأة وما تقابله في المجتمع. هو معرض ضمن سلسلة معارض بتقدمها مجلة نص الدنيا في القاعة الخاصة للأهرام. السلسلة تحت عنوان هي، قدمنا هي أصل الحياة منذ شهور في نفس القاعة، وبنقدم النهاردة هي ضد العنف. ويأتي المعرض الذي تنظمه مؤسسة الأهرام ومجلة نصف الدنيا بالتزامن مع مبادرات الرئيس السيسي بتخصيص عام 2017 عاما للمرأة. وإلى أهم العناوين.
الداخلية تعلن عن مقتل 16 إرهابيا خلال مواجهات مع قوات الأمن في الإسماعيلية والجيزة. خلال اجتماع موسع السيسي يستعرض تطورات حادث رفح الإرهابي. بالزغاريط محافظات الجمهورية تشيع جثامين أبنائها الشهداء في حادث رفح الإرهابي.